يضبط الامور ويعطي اشاره التنفيذ ومحاوله تسديد من بعيد وهدف هدف لصالح فريق الاهلي هدف لصالح فريق الاهلي عن طريق هداف الفريق احمد كراوع احمد كراوع ينجح في افتتاح التسجيل لصالح فريق الاهلي شوفوا اكثر من لاعب علي معتوق ثم التسديده كانت قويه في سقف المرمى من جانب اللاعب احمد كراوع هداف فريق الاهلي اللي ينجح في افتتاح التسجيل في هذه الدقيقة إذا تفوق على صعيد النتيجة لمصلحة فريق الأهلي قال الهام والحسم اللي يأتي في جولة هامة قلنا جولة الحسابات الدقيقة وهذه محاولة محاولة كراوة وهدف ثاني هدف ثاني عن طريق اللاعب أحمد كراوة بشكل ممتاز أحمد كراوة يقتنص هذه الكرة قبل خروج محمد الفرجاني يأكد بها تفوق فريقه ينجح في تعزيز تفوق وفوز فريقه بهذه الطريقه وبهذه اللمسه لمسه واحده وضعت الكره داخل شباك محمد الفرجاني بهذه الطريقه شوفوا الاعاده من اكثر من زاويه بشكل ممتاز ابراهيم الدبوس وبيتوقع وتمركز ولمسه واحده على القائم الاول استطاع احمد كراوع